صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته وسلطانه إلا بإذنه، يقول هل يدخل فيه من جاء من خارج هذه البلاد؟ كيف جاء في خارج هذه البلاد دخل عليك بيتك؟ دخل عليك بيتك سواء من البلاد هذه أو من خارجها، الحديث يشمله. أما أنه ما هو في بيتك هذا فلا يشمله الحديث. نعم.